بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي المنهاجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع الرابع عشر، معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها. قال: وأما ترتيب السور، اتفقنا على أن ترتيب الآيات توقيفي قولا واحدا بالإجماع، أما ترتيب السور ففي خلاف على ثلاث أقوال. قول يكون توقيفي زي الآيات عن النبي بغير اجتهاد أحد. قول ثاني أنه باجتهاد الصحابة. وقول ثالث بالتفصيل، أن بعضه توقيفي وبعضه باجتهاد الصحابة. واضح؟ دي ثلاثة أقوال، والراجح فيها أنه توقيفي أيضا، ترتيب السور توقيفي أيضا. يبقى عندنا ثلاث أقوال. وأما ترتيب السور على ما هو عليه الآن فاختلف، هل هو توقيف من النبي؟ ده أول قول. أو من فعل الصحابة؟ ده القول الثاني. أو يفصل؟ ده القول الثالث. كويس؟ في ذلك ثلاثة أقوال. مذهب جمهور العلماء منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب فيما اعتمده واستقر عليه رأيه من أحد قوليه إلى الثاني، وأنه فوض ذلك إلى أمتي بعده. يبقى إيه المذهب الأولاني؟ هو ده المذهب المعتمد، وإن كان أبو بكر الباقلاني ذهب بعد ما رجح القول الأول، ذهب للقول الثاني أنه إيه؟ بتوقيف من الصحابة، بتفصيل من الصحابة، لأنهم حضروا النزول وعارفين إيه اللي نزل قبل اللي نزل التاني، وسمعوا القرآن من فم النبي أنه كان يقرأ السورة الفلانية ثم يأتي بالسورة التي تليها السورة الفلانية ثم التي تليها السورة الفلانية. فهمت إزاي؟ ده كلام أبو بكر البقي. وإن كنا لا نوافق على ما واستقر عليه رأيه أنه إيه توقيف فعلي وليس قولي، يبقى ده اسمه توقيف فعلي. يعني هم شافوا فعل النبي، لما بيقرا سوره البقره بيجيب بعدها ايه؟ لما بيقرا سوره قاب بيجيب بعدها ايه؟ فهمت ازاي؟ يبقى اسمه توقيف فعلي. والراجح انه توقيف قولي، لان النبي ختم القران ختمه كامله، وختمها علي سيدنا جبريل مرتين في الختمه الاخيره العرضه الاخيره، فختمها عليه بهذا الترتيب الموجود في المصحف. واضح؟ يبقى الخلاف هل هو توقيف فعلي ولا قولي؟ أبو بكر البقلاني كان بيقول قولي الأول، وبعدين غير رأيه وخلى فعلي، والفعل ده لم يطلع عليه إلا الصحابة، وبالتالي الصحابة هم اللي أظهروه. فهمت؟ لكن الراجح إنه قولي وليس فعلي. واضح؟ لأن أحيانا بفعل النبي كان يقرأ البقرة ويجيب بعدها النساء، ما يجيبش آل عمران، كما ورد في صحيح البخاري، افتتح البقرة حتى ختمها، ثم دخل في النساء حتى ختمها، ثم جاء بآل عمران، ثم المائدة. الله، طب ما ده حديث صحيح اهو. يبقى ايه؟ لبيان جواز عدم الترتيب بين السور في التلاوة. يبقى النبي لما عمل كده لبيان حكم اخر، انك انت لا يشترط اثناء التلاوة ان تراعي ترتيب السور المعلوم على سبيل التوسعة والرخصة، وليس على سبيل التوقيف ان هو ده ترتيبه. فهمت بقى؟ وذهبت طائفة إلى الأول، إنه توقيفي قولي وليس فعلي، توقيفي قولي. والخلاف يرجع إلى اللفظ، لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي. بتوقيف إيه؟ فعلي. فهمت؟
إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم. قال الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد فعلي، وبحيث بقي لهم فيه مجال للنظر. فإن قيل فإذا كانوا قد سمعوه منه كما استقر عليه ترتيبه، ففي ماذا أعمل الأفكار؟ وأي مجال بقي لهم بعد هذا الاعتبار؟ قيل قد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء. البقرة بعدها آل عمران مش النساء، يبقى هنا لم يراع الترتيب. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران الحديث، قرأ ربع القرآن في ركعة صلى الله عليه وسلم، بس ما عدم مراعاة الترتيب التوقيف اللي احنا ايه في المصحف. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا إرادة للتوسع الأمة، واضح بجواز عدم مراعاة ترتيب السور في التلاوة كما هو معلوم في المصحف، وتبيانا لجليل تلك النعمة كان محلا للتوقف حتى استقر النظر على رأي ما كان من فعله الأكثر، فهذا محل اجتهادهم في المسألة. اجتهاد الصحابة محله ايه من حيث التوقيف الفعلي؟ ان شافوا النبي اغلب احواله كان يراعي الترتيب، واحيان قليلة لا يراعي الترتيب، فالاحيان القليلة دي لبيان الجواز، اما الاحيان الكثيرة لبيان انه مرتب على هذا الترتيب. فهمت؟ والقول الثالث ان هو ايه الثالث بقى، ان النبي علمهم ترتيب بعض السور وترك لهم يجتهدوا في ترتيب البعض الاخر. ادي ايه القول الثاني، يعني خليط بين الاثنين، واضح. والقول الثالث مال اليه القاضي ابو محمد بن عطية ان كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، واشاروا الى ان ما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. وكل الكلام على فكرة اللي بنقوله ده قابل للمناقشات وليست حقائق، دي فهم العلماء وليس الدين، مش عقائد هي، واضح. ما تعملش زي الوهابي الجاهل يقرأ الآراء ويعتبرها عقائد يقوم يحارب الأمة على آراء وليست على عقائد. فهمت بقى؟ اوعى تكون جاهل، ربنا يشفيهم من الجهل. فهم؟ وقال أبو جعفر ابن الزبير الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية. شو بيناقشوا اهو، يقعدوا العلماء طول عمرهم يناقشوا بعض لكن ما يكفروش بعض ولا يبدعوا بعض ولا يشتموا بعض، كل دي بدعة وهابية. فهمت بقى ازاي؟ اتعلم الأدب من ايه، من طريقة مناقشة العلماء بعضهم البعض، لأن ما حدش يسلم من الخطأ. اتقي زلة العالم، المعصوم من الخطأ من الأنبياء. فهمت بقى؟ قال أبو جعفر ابن الزبير الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف، كقوله اقرأوا الزهراوين. النبي لما قال لنا اقرأوا الزهراوين ربط البقرة بآل عمران. فهم؟ رواه مسلم. ولحديث سعيد بن خالد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة، يعني يجيب المفصل في ركعة، يعني من أول قاف يختم للناس ركعة واحدة. فاهم؟ لو عملتها أنت هنا يقتلوك. فاهم؟ وهتموت شهيد في المحراب، شهيد المحراب. لكن طبعا أنت ما تقس قرايتك بقراية النبي، خد بالك. تصور انت بتصلي خلف النبي هتزهق، لكن اللي بيصلي خلف يسر يزهق. فهمت بقى ازاي؟ ليه حق، لكن اللي يصلي خلف النبي ما يزهقش. فانت ما تقس فعلك بفعل النبي، خدت بالك؟ لان مش انت مش النبي، انت مش النبي. الناس عايزه تقف ورا النبي لحد ما يموتوا، ولا عايزين يروحوا ولا ياكلوا ولا يشربوا، صح ولا لا؟ تصور انت سامع القران من فم النبي، ايه السعاده دي؟ فهمت؟ وعشان كده النبي كان بيعمل كده
عشان ده جيل بيتعلم، جيل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما فيش طبعات ما فيش مطابع، فكان يطيل القراءة حتى يحفظه ويكرر ويحفظه، بيحفظ الأمة، فهمت؟ فما تقولش بقى ايه ورد ان النبي صلى بربع القران في ركعه، الله هو اكبر، وتجيب ربع القران في ركعه وتخلي الناس تحبسهم وراك، ما ينفعش كده. فهمت بقى ازاي؟ اوعى تعمل كده. انا عملت كده في شبابي والناس كانت تتخانق معايا، بس ممنوع، ما تعملش كده، اياك. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء انهن من العتاق الاول. شوفوا جابهم بترتيب ايه وردهم، حطهم ورا بعض بالترتيب اهو. من العتاق الاول يعني من الصور الاوائل التي حفظناها، يعني ادي معنى العتاق الاول. يعني ايه؟ لانهم مكيات كلها. وهن من تلادي، تلادي يعني ايه؟ من قدام الصور التي حفظتها، يعني فهمت ازاي؟ فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها. وفي صحيح البخاري انه عليه الصلاه والسلام كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، الإخلاص والمعوذتين بهذا الترتيب، الإخلاص ثم المعوذتين. قال أبو جعفر النحاس المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المختار هو أن ترتيب السور على هذا، يعني أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توقيفي قولي وفعلي، فهمت بقى؟ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، ثم ساق بإسناده إلى أبي داود الطيالسي، غير أبي داود السجستاني صاحب السنن، أبو داود الطيالسي غير أبي داود السجستاني صاحب السنن، فهمت؟ قال حدث، وإن كان أبي داود الطيالسي له أيضا مسند، فهم؟ لكن المشهور سنن أبي داود السجستاني وليس الطيالسي. قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي المليح لوذلي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين. المئين اللي هي إيه؟ زي بقى سورة سبحان اللي هي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور وهكذا، وانت ماشي كده، دي اسمها المئين، كويس. وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفصلت بالمفصل. المثاني اللي هي ايه؟ اقل من ايه؟ من 100 آية، أقل من يسموه المثاني. وفضلت بالمفصل، وإن كان ساعات يطلق على المثاني ويراد به إيه؟ السبع المثاني اللي هي الفتحة. وأحيانا يراد بالسبع المثاني السبع الطوال، وأحيانا يطلق على القرآن المثاني كله. ليه؟ لأن المثاني جاي من التثنية اللي هي التكرار، لأن بيكرر فيه القصص إيه؟ عدة مرات في سور متعددة، وكذلك الأوامر، وكذلك الحجج والبراهين البينات على قدرته سبحانه. وفضلت ايه؟ بالمفصل. والمفصل قلنا تحديد المفصل بدايته فيها 13 مذهب، والراجح انها اما من الحجرات الى الاخر او من قفل الاخر، ده الراجح فيه. قال ابو جعفر: وهذا الحديث يدل على ان تاليف القران ماخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه مؤلف من ذلك الوقت، وانما جمع في المصحف على شيء واحد، لانه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تاليف القران. وفيه ايضا دليل على ان سوره الانفال سوره على حده وليست من براءه، لان فصلوها الصحابه، صحيح لم يفصلوا بالبسمله الا انها فصلوها وجعلوا لي سورة ولي سورة. قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب المسائل الخمس: جمع القرآن على ضربين، يعني على نوعين، أحدهما تأليف السور يعني ترتيبها، كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الجمع الآخر فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة بالقصة، فذلك شيء
تولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه عز وجل. وكذا قال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذا وعند الله وفي اللوح المحفوظ. وهو على هذا الترتيب كان يعرض عليه السلام على جبريل، كان يعرض عليه السلام على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دوني، اللي هي في سورة هود، معناه مثل البقرة إلى سورة هود وهي العاشرة. ومعلوم أن سورة هود مكية، وأن البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة مدنيات نزلت بعدها. وفسر بعضهم قوله: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على هذا الترتيب من غير تقديم ولا تأخير. وجاء النكير على من قرأه معكوسا، يعني منكوسا، ولو حلف أن يقرأ القرآن على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب. ولو نزل القرآن جملة واحدة كما اقترحوا عليه لنزل على هذا الترتيب، وإنما تفرقت سوره وآياته نزولا لحاجة الناس إليها حالة بعد حالة، ولأن فيه الناسخ والمنسوخ، ولم يكن ليجتمع نزولا. وأبلغ، لأن الناسخ والمنسوخ معناه إيه؟ آية حكم يتقدم ثم يأتي حكم يتأخر ينسخ هذا الحكم، فلابد يبقى فيه تقديم وتأخير، فهم؟ وأبلغ الحكم في تفرقه ما قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وهذا أصل بني عليه مسائل كثيرة. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب اللي هو الباقلاني: فإن قيل قد اختلف السلف في ترتيب القرآن، لما تشوف مصاحف بقى الصحابة قبل مصحف سيدنا عثمان تلاقي كل واحد صحابي مرتب القرآن بالترتيب بتاعه. ما هو ترتيب الصحابي ده فعل الصحابي ليس تشريعا، ده على حسب ما حفظ. افرض انت بدأت تحفظ القرآن من سورة الكهف، فهتعمل لك قرآن تلاقي سورة الكهف أول سورة، وبعدين سورة الكهف حبيت تحفظ سورة هود تروح هود بعد سورة، وبعدين حبيت تحفظ سورة ايه عما يتساءلون تروح عما يتساءلون، حبيت تحفظ سورة ايه الإسراء تروح حاطط الإسراء بترتيب حفظك انت. فساعات الصحابة كان يكتب القرآن بترتيبه هو، كل واحد بيكتب بالترتيب الخاص بيه. وده علشان كده سيدنا عثمان عمل يعني عمل عظيم، ان هو ايه لغى كل ترتيب خاص بالصحابة وجعل الترتيب ده المتواتر اللي هو المتفق عليه بين كل الصحابة، وحرق كله، وإلا كان هيبقى فيه طبعات متعددة للمصاحف. فهمت بقى ازاي؟ فالفعل سيدنا عثمان ده يعني من اجل الافعال اللي عملها سيدنا عثمان في حياته كلها فعله في القرآن، فهمت؟ وان كان كل افعاله جليلة رضي الله عنه وارضاه. علشان كده بيقول لك: فإن قيل قد اختلف السلف في ترتيب القرآن، فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولها وقدم المكي على المدني، ومنهم جعل من أوله اقرأ باسم ربك على أساس أن دي أول حاجة نزلت وهو أول مصحف علي. وأما مصحف ابن مسعود فأوله مالك يوم الدين اللي هو الفتحة، ثم البقرة ثم النساء، ما جابش آل عمران بعد البقرة، على ترتيب مختلف. وفي مصحف أبي كان أوله الحمد اللي هو إيه البقرة، الحمد اللي هي سورة الفتحة، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم المائدة، على اختلاف شديد. فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على وجه الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ده كلام مين؟ أبو بكر الباقلاني. وذكر ذلك مكي في سورة براءة، وأن وضع البسملة في الأول هو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن الإنباري: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا، ثم فرق في 24، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابا لمستخبر، ويقف جبريل ويقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية، يعني تنزل مجموعة آيات يقول له ضعها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، فهمت؟ ف
فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم الآيات. قال القاضي أبو بكر، لما يقول القاضي أبو بكر يقصد الباقلاني، لما يبقى غيره يقوم يقول إيه أبو بكر الإيه الإمباري، ما يقولش القاضي، خد بالك. يبقى قال القاضي أبو بكر: ومن نظم السور على المكي والمدني لم يدري أين يضع الفتحة، لأن الفتحة يختلف في نزولالية مكية ولا مدنية، والراجح أنها نزلت مرتين، ولم يدري أين يضع الفاتحة لاختلافين في موضع نزولها، ويضطر إلى تأخير الآية في رأس 35 و200 من البقرة إلى الرأس 40، اللي هي إيه آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيه 14 و10. دي نسخت الآية اللي جت بعدها، آية 240: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهن وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول. يبقى كانت إيه الأول متاع للحول، ثم انخفضت إلى 14 و10، في حين ان عند التلاوة بتجيب الايه الناسخة قبل المنسوخة من حيث التلاوة. فلو هتراعي بقى الناسخ والمنسوخ كنت هتعكس، وهنقعد نلعب بقى وهيبقى فوضى يا عمي، فهمت؟ اوعى تعمل كده. ومن افسد نظم القرآن فقد كفر. الله دخل بقى في شغلنا، اداله بقى. اصل كفر دي ما يقولهاش العلماء الا بعد ما يكون ايه قاعد يفكر 20 سنة، مش زي الوهابي يقولها في لحظة، فهمت ازاي؟ لا، ده الكفر دي ما بتطلعش من فم العلماء دول الا لما يكون تمحص الامر سنوات، فهمت؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل ايه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.